افتتح محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين أول معرض يقام بالمحافظة لعرض نماذج أعمال طلاب ومعلمين مدارس الفنية، والتي تم تصنيعها بورش هذه المدارس من خلال إعادة تدوير للمخلفات. المحافظ أكد أنه تم تطبيق تجربة رائدة لربط التعليم الفني بسوق العمل من خلال تفعيل التدريب العملي والميداني لطلاب المدارس الفنية الفندقية والميكانيكية والزراعية والتجارية، وتم تأهيلهم لسوق العمل وإشراكهم في أعمال التطوير والتجميل. التعليم الفني هنا قوة جبارة الحقيقة، تابع لوزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم في أسيوط، قوة بشرية قوية في تشغيل معادن استخدمناها في تصنيع الحديد من مخلفات الإدارات الهندسية عندنا، في تصنيع الحديد اللي حضرتك شايفاه ورانا من مظلات وملاعب أطفال ومناطق، ثم تشغيل المعادن نفس القصة، ثم الكاوتش اللي عندنا بتاع نفس الحملات برضه اتعمل منه مقاعد من الاخشاب، حتى الاخشاب المستهلكه اللي عندنا ده كده. الطالب كانت الدوله الحقيقه بتصرف جزء للتعليم فقط، كانش الطالب بيقدر يمارس بايديه. من المستهلك اللي عندنا اللي احنا كنا بنبيعه خرده بتراب الفلوس، قدرنا يحولوه الحقيقه وابدعوا للي حضرتك شايفاه كمنتجات من كراسي وترابيزات ومظلات وخلافه. احنا بدأنا نطلع منتجات النهارده بسم الله ما شاء الله زي ما حضرتك شايفه، من خلال الخامات الموجوده ومتراكمه داخل المخازن الوحدات المحليه، سواء كانت خرده خشب او خرده كاوتش او خرده معادن، كلها دي دخلت على التعليم الفني. بالفعل الطالب مد ايده واصبح النهارده عنده مهنيه وحرفيه في التشغيل، بعد ما كان مقتصر على تمرين صغير في الفصل الدراسي الاول او تمرين صغير في الفصل الدراسي الثاني، النهارده لا بدا يطلع منتج. واعتقد ان حضرتك والساده الزملاء كلهم شايفين ان المنتج على درجه كبيره من الكفاءه.